لا يهمني ما يقال هنا وهناك، تعرفوا في نقاش حول هذا الموضوع، لأنه في ناس أخذوا من أول يوم خط أنه ما في جدوى وما في فايدة وما بتنفعوا، هذا اللي سميناه التبخيس والتيئيس ومشاكل. المهم ما يقوله العدو وما يعترف به العدو. عندما نستمع إلى قادة العدو الحاليين والسابقين ووزراء دفاع وجنرالات ورؤساء أركان ونواب ورؤساء أركان وقادة فرق وقادة مناطق عسكرية ورؤساء أجهزة أمنية في كيان العدو، كيف يقيمون جبهة الشمال؟ هذا هو المهم. مش المهم اللي قاعد عم بيقيم بخلفية وأصلا ما عنده معطيات ولا معلومات ولا متابعة، ولا عم بيعرف شو في بالجبهة، ولا عم يعرف شو في بقلب الكيان وشو عم بيقولوا هن. هذا إذا أحسننا الظن. مثلا عندما يقول أحد نائب رئيس أركان سابق، يقول ما يجري في الشمال على مدى الأشهر الماضية هو أول هزيمة تاريخية لإسرائيل في الشمال. آخرون يقولون لا شك أن حزب الله يحقق إنجازات استراتيجية في الشمال. هم عم يحكوا عن إنجازات استراتيجية، هم عم يحكوا عن هزيمة تاريخية، هم عم بيقولوا أنهم خسروا الشمال، هم عم يحكوا عن حزام أمني داخل الكيان داخل فلسطين المحتلة في الحدود الشمالية لأول مرة منذ 75 عاما، هن عم يحكوا عن حجم التهجير، هن عم يحكوا عن حجم الخسائر الاقتصادية في الصناعة والزراعة والسياحة في الشمال، هم عم يحكوا عن معركة الاستنزاف، هم عم يحكوا عن استنزاف الجيش، جيش العدو في الجبهة الشمالية. ولذلك كل القوات اللي جابها على الشمال من 28 رغم الضيق اللي كان فيه بغزة ما سحب منها قوات إلى غزة، حتى بالضفة جاب من غزة للضفة بس ما أخذ من الشمال، لأنه عنده تهديد حقيقي بالشمال وعنده جبهة حقيقية في الشمال، عنده مشكلة بالقوات. قبل يومين إحدى القنوات قنوات الإعلام الإسرائيلية قالت أنه بسبب مشكلة عديد القوات سيقومون بتدريب من يعني كمية كبيرة من سلاح البحرية، بده يدربوا من البحرية عند المشاة ليقدروا يعززوا القوات اللي هن محتاجين لها. هاي الجبهة. تعابيرهم خسرنا الشمال، صراخ أهل الشمال على مدى 11 شهر هو اللي عمل هذا الضغط الكبير اللي هلأ صار مضطر نتنياهو جالنت والكل انه تفضلوا بدنا نجي على الشمال ونحل مشكلة الشمال. احد اهم عناصر الضغط على كيان العدو في هذه المعركة، احد اهم جبهات الاستنزاف الى جانب الجبهات الاخرى، جبهة اليمن الكبيرة والعظيمة والمهمة سواء في البحر الأحمر أو بحر العرب أو المحيط الهندي أو تضامن الشعبي الأسبوعي أو الصواريخ وآخرها صاروخ فلسطين 2، جبهة العراق. هذه الجبهة اللبنانية ما في شك أنها جبهة ضاغطة وبقوة، وهي أيضا من أهم أوراق التفاوض التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية اليوم لتحقيق الأهداف ووقف العدوان. طيب العدو هنا منذ اليوم الأول أيضا سعى إلى إطفاء جبهة لبنان، جبهة الإسناد اللبنانية، إلى إطفائها، إلى توقفها، توقيفها، إيقافها، واستخدم في ذلك الكثير من محاولات الضغط والتهويل. وإن كان في الوضع الميداني التزم بنسبة كبيرة مش بالكامل بقواعد الاشتباك التي نشأت، وإلا أي إسرائيل اللي بتهول بالحرب، ما جرى عليها خلال 11 شهر كان في الماضي 1% منه يخلي إسرائيل تعمل حرب، لكن هذا نتيجة العوامل التي استجدت في الجبهات وتوازن الرعب وردع القائم. محاولة الفصل بين جبهة لبنان وجبهة غزة، تهديد بالحرب، تتذكروا
على 11 شهر بيحددوا مواعيد، وبعض الناس هون بلبنان وبالعالم العربي كمان بيساعدوهم. بعد يومين في حرب شاملة، بعد ساعتين في حرب شاملة، بعد أسبوع في حرب شاملة. من 11 شهر نحن نعيش هذه الأجواء، وكل هذا كان هدفه الضغط على الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني وعلى المقاومة في لبنان، على كل فصائل المقاومة في لبنان، وبالتحديد على حزب الله، من أجل توقف هذه الجبهة. القتل، اغتيالات القادة، اغتيالات الأفراد والمجاهدين، تدمير آلاف المنازل، إرعاب الناس، ما بيحلالوا جدار الصوت إلا بنص الليل بجنوب خصوصا، هذا كله جزء من المعركة. هذه الضربة أيضا جاءت في هذا السياق، يعني كل المحاولات السابقة فشلت، لم تؤدي إلى نتيجة. بقيت المقاومة في لبنان مصرة على موقفها، فلجأ إلى هذا الأسلوب اللي هو أعلى مستوى إجرامي يمكن أن يقدم عليه، وأنه هو بيظنه هيك أنه هو محيد المدنيين. هو قتل بقلب المدنيين، قتل مدنيين ومنشآت، واستهدف منشآت مدنية. هذه الضربة والجريمة الكبرى التي ارتكبها، هذا هو هدفها. أنا ما عم حلل، لأنه يوم الثلاثاء بعد الظهر، بعد العملية بساعات، وصلت رسائل بقنوات رسمية وقنوات غير رسمية، وتقول بوضوح هدفنا من هذه الضربة هو أن تتوقفوا عن دعم غزة، وأن توقفوا القتال في الجبهة اللبنانية، وإن لم تتوقفوا لدينا المزيد. هذا يوم الثلاثاء بعد الظهر، فكان الأربعاء المزيد الذي توعدونا به يوم الثلاثاء. إذن الهدف واضح، الهدف واضح. ألا ممكن حدا يروح بالهدف أبعد من هيك ويقول أن هذه الضربة كانت ضربة تمهيدية، وكانت سيتلحق بها بعد ساعات عملية عسكرية واسعة كبرى؟ إلى هذا قابل للنقاش، لكن بالحد الأدنى القدر المتيقن، وهذا ما أرسل إلينا وبلغت به أيضا الجهات الرسمية في لبنان، أن هدف الضرب هو هذا أصلا، ضمنا في تبني إسرائيل الموضوع، إخضاع المقاومة، استسلام المقاومة، توقف المقاومة، خروج المقاومة من هذه المعركة. طبعا في بعض الدول الغربية حاضرين يعملوا لنا مخرج انه نعمل تسوية معينة بمجلس الامن، ومنقول تطبيق 1701 وخلص منوقف الحرب، وتترك غزة واهل غزة ومقاومة غزة واهل الضفة وفلسطين وكل المعركة لمصيرهم. وبالتالي كل ما قدمناه من تضحيات ومن شهداء ومن جهود ومن مواجهات قاسية ودامية خلال عام بيكون ذهب سدى، ونحن لا يمكن أن نفعل ذلك. إذن الهدف من هذه الضربة، السياق الذي جاءت في هذه الضربة والهدف منها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، هو فصل الجبهتين وتوقف الجبهة اللبنانية. الجواب باسم الشهداء، باسم عوائل الشهداء، باسم الجرحى في المستشفيات، باسم الذين فقدوا عيونهم وأكفهم، باسم كل الناس الصابرين والصامدين والثابتين والأوفياء، باسم كل الذين تحملوا مسؤولية القيام بهذا الواجب الأخلاقي والإنساني والديني في نصرة غزة التي تتعرض للإبادة الجماعية والقتل الجماعي والجوع والعطش والمرض والحصار، نقول لنتنياهو وجالنت اللي كان بده يزعبوه الهيئة باقي، نقول لحكومة العدو، لجيش العدو، لمجتمع العدو، جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف العدوان على غزة. على 11 شهر عم نقول هذا الكلام، ممكن هذا الكلام متكرر الآن، ولكن هذا الكلام يأتي بعد
هاتين الضربتين الكبيرتين. بعد كل هؤلاء الشهداء وكل هذه الجراح وكل هذه الآلام، أنا أقول بوضوح، أيا تكن التضحيات، أيا تكن العواقب، أيا تكن الاحتمالات، أيا يكن الأفق الذي تذهب إليه المنطقة، المقاومة في لبنان لن تتوقف عن دعم ومساندة أهل غزة وأهل الضفة والمظلومين في تلك الأرض المقدسة. وهذا هو أول وعد، هذا هو أول وعد. تعطيل الأهداف بيكون كل اللي عمله أنه قتل، جرح، مارس وحشيته، لكن حقق هدف؟ ما حقق هدف. كما هو الحال في غزة، بيقتل وبيبيد، ولكن 11 شهر لهلأ هدف واحد ما حقق من الأهداف المعلنة للحرب. طبعا في سياق هذا الهدف ايضا في هدف ضمني بس بده يخدم نفس الهدف، هو ضرب البيئة، ضرب البيئة. وفي هدف ثالث هو ضرب البنية. بالهدف الثاني ضرب البيئة، طيب بشكل اساسي وين صار التفجيرات؟ ضاحية الجنوبية، البقاع، الجنوب، طبيعي لانه تواجد شباب حزب الله ومؤسسات حزب الله، وحصل بعضها أيضا في الشمال وفي منطقة جبال كسوان. من خلال هذا التفجير الواسع هو يريد أن يضرب هذه البيئة، أن يتعبها، أن يستنزفها، أن يخضعها، أن يجعلها تصرخ وتقول للمقاومة ولقيادة المقاومة كفى، مثل ما عم بيحاولوا البعض، البعض من غير بيئة المقاومة، كفى خلص بزيادة وأدينا قسطنا العلا. هذا الهدف أيضا سقط، سقط يوم الثلاثاء، سقط يوم الأربعاء. عندما تسمعون الجرحى في المستشفيات، الذين ما زالوا في المستشفيات أو الذين خرجوا، وكل العالم سمعتهم وشافتهم وشافت معنوياتهم العالية، وأنا سمعتهم على التلفزيونات، معنوياتهم العالية، صبرهم العظيم، إرادتهم، عزمهم للعودة إلى الميدان، للعودة إلى الجبهات، للعودة إلى القتال، للإصرار على هذه المهمة وهذه الوظيفة وهذه المسؤولية، هذا بيكون أيضا رد على العدو وإسقاط لهذا الهدف. اللي بيسمع عوائل الشهداء، اللي بيسمع عوائل الجرحى وثباتهم وكلامهم وعزمهم وصبرهم تصميمهم والرسائل اللي بيبعتونا إياها والخطاب اللي بيوجهونا إياها على وسائل الإعلام، نحن بنخجل منهم ومن صبرهم وعزمهم وشجاعتهم وإيمانهم واحتسابهم. الرسالة أيضا أمس واليوم وأول أمس في تشييع الشهداء، هذا التشييع ضخم في كل القرى وفي كل البلدات وفي كل المدن، وما يردده المشيعون للشهداء من شعارات ومن هتافات، هذا يرد البيئة. وأيضا يرد البلد كله من خلال التضامن والتعاطف، إذا كان هو بيتوقع أنه من خلال هذه المجزرة وهذه الجريمة هذا سوف يؤدي إلى المزيد من الانقسام أو الشرخ أو التخاذل على المستوى الوطني واللبناني، اللي حصل هو العكس. من جملة الأهداف أيضا ضرب البنية، بنية المقاومة. طبيعي هو بيفترض أنه جزء كبير من هاي البيجارات أو أجهزة اللاسلكي يحملها مسؤولون كبار ومفاصل أساسية في المقاومة. طبعا الأمر ما كان هيك، لأنه بيحملوا بيجارات قديمة، بيجارات جديدة راحت إلى أماكن أخرى. في كل الأحوال هو كان بيقصد ضرب، قتل أكبر عدد ممكن من القادة من المسؤولين، ضرب المفاصل، هز وزلزلة البنية، ضرب نظام القيادة والسيطرة، وبالتالي أن تشيع حالة الفوضى والارتباك والضعف والوهن في بنية حزب الله وفي بنية المقاومة. وهذا لم يحصل، أقول لكم لم يحصل لحظة واحدة على الإطلاق، لم يحصل لحظة واحدة على الإطلاق. منذ اللحظة الأولى
القيادة والسيطرة والإدارة ومتابعة الأحداث بالتفصيل كانت قائمة، وإعلان الجهوزية في الجبهة، جهوزية كل الأسلحة وكل القوات، لأنه كان عندنا كمان احتمال أنه يبدأ هجوم ما إسرائيلي، وكان من واجبنا أن نحتاط في كل الأحوال. اليوم أيضا أؤكد لكم أن هذه البنية لم تتزلزل ولم تهتز، لم تتزلزل ولم تهتز، بل أقول لكم أكثر من ذلك، بحمد الله عز وجل وبتراكم الجهود وبركة دماء الشهداء وتضحيات المجاهدين والجرحى والقادة والكوادر في كل المستويات من 1982 إلى اليوم، هذه البنية هي من القوة والمتانة والقدرة والعدة والعديد والتماسك ما لا تهزه جريمة كبرى بهذا الحجم. كونوا مطمئنين. لكل الأصدقاء والمحبين اللي قلقوا في العالم، ومن حقهم لأنه اللي صار ضخم وكبير، أود أن أطمئنهم من موقع المعرفة والمسؤولية وليس من موقع المكابرة على الإطلاق. بنيتنا الحمد لله كبيرة وقوية ومتينة ومتماسكة، وقدراتنا كبيرة واستعداداتنا عالية، وليعرف العدو أن ما حصل لن يمس لا بنيتنا ولا إرادتنا ولا عزمنا ولا تماسكنا ولا قدرتنا ولا نظام القيادة والسيطرة عندنا ولا جهوزيتنا ولا حضورنا في الجبهات، بل سيزيدنا قوة ومتانة وصلابة وحضورا، وكونوا على يقين من ذلك. طيب، هذا في هذا الجزء من تعطيل الأهداف. إذا كان الهدف فصل الجبهتين ما يحلى، إذا كان الهدف تزلزل البيئة ما يحلى. هو حتى الآن هو أحمق وغبي، وفي ناس عندهم قالوا انه صح اني بالتكنولوجيا على درجة عالية من الذكاء، ولكن بما فعلوا كشفوا للعالم انهم على درجة عالية من الغباء، ما بيقدروا يحقق اهدافه. حتى الان هو لا يفهم العمق المعنوي والثقافي والايماني لهذه البيئة ولهذه المقاومة ولهؤلاء الناس.